Galvanisé, inoxydable. D'une surface de 1,2 hectare. Donc à ce jour, il totalise une surface. Nous avons des moutakas à la وبيكون فبيكون هاي وكالات تبعث السياح السريين ولكن لازم تكون عندها دور التبقوي للديسيناسيون بلاجيري المرافق الحموية الموجودة في الوطن كلها راهي تشهد عملية إعادة اعتبار الجزائر فيها 283 منبع حموي فيها حوالي 120 منبع حموي راهي قابلة للاستثمار ورنا نمدوا فيها الاستثمارات من تلك المنابع